انسايدر، الحياة الجامعية في مصر. انا محمد عناني، ايفنتس بلاننج هيد انسايدر جي سي. تقدر تشوف كل اللي بيحصل في جي سي على تن تي في. خير، انا هديك صبحي جورناليست من مجلة انسايدر، وان شاء الله تقدروا تعرفوا كل اللي انتم محتاجينه عن جامعة اسكندرية على قناة تن تي في. تابعوني. انا محمود امين، رايتر في انسايدر مودرن اكاديمي، تابع اخبار مودرن اكاديمي على قناة تن تي في. انا دعاء العسل، انترفيوز هيد السيدة المنوفية، تقدروا تتابعوا كل أخبار جامعة المنوفية على تن تي في. أنا دي نورا نجيب، نيوز اند ريبورتنج هيد في انسايدر جي سي. دلوقتي تقدروا تشوفوا كل حاجة بتحصل في الجامعة الألمانية على قناة تن تي في. هاي، أنا إيفرونيا، ماركتر في انسايدر مودرن أكاديمي، تابعوا أخبارنا على تن تي في. أنا نايف مرشد، وايس هيد تيم برودكاست انسايدر المنوفية، تابعوا أخبار جامعة المنوفية على تن تي في. هاي، أنا رنا أحمد، اكزيكيوتيف كوردينيتور انسايدر جي سي. دلوقتي تقدروا تعرفوا اللي بيحصل في الجامعة الألمانية على تن تي في. أنا ماجد نبيل، إيديتور إن شيف إنسايدر جامعة المنوفية. دلوقتي تقدروا تتابعوا الأحداث اللي بتحصل في الجامعة المنوفية على قناة تن تي في. هاي، أنا أميرة، أو سي في تيم إنسايدر مودرن أكاديمي، تابعوا أخبارنا على تن تي في. أنا باسل عبد ربه، ديزاينر زاد إنسايدر المنوفية، تقدروا تتابعوا أخبار جامعة المنوفية على تن تي في. أنا ريم محمد، إيديتنج هيد إنسايدر جي سي. دلوقتي تقدروا تتابعوا كل اللي بيحصل في الجامعة الألمانية على تن تي في. أنا أسامة حسيني، جورناليست من إنسايدر إسكندرية، ودلوقتي تقدروا تعرفوا كل اللي بيحصل في جامعة إسكندرية على قناة تن تي في. أنا أروح شين، ديزاين هاش فروم ذا انسايدر دي يو سي. دلوقتي تقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل في الجامعة الألمانية على تن تي في. انسايدر بتسلط الضوء على الحياة الطلابية أو بشكل أشمل على الحياة الجامعية. ما عندناش أجندة معينة وما عندناش سياسة معينة بنتبعها، على قد ما احنا مهمتنا الأساسية إن كل حدث بيحدث داخل الحرم الجامعي أو خارجه يؤثر على مجتمع الجامعة، سواء الطلاب أو الإدارة أو الأساتذة أو حتى العمال، إن احنا نسلط عليه الضوء ونطرحه لمناقشة مجتمعية من خلال الموضوعات اللي احنا بنكتبها ومن خلال الأدوات الصحفية المختلفة. تجربة انسايدر يعني وضحت حاجة مهمة جدا، انه ممكن يبقى فيه خبر. احنا بالنسبة لنا يعني ايه خبر كبير؟ يعني معروف انه يعني للأسف الحاجات اللي فيها ناس بتموت او فيها اصابات او غيره. اوكي، تعال نفترض ان في امريكا اللاتينية مثلا حصل خبر ما، حصل فيه ضحايا كتير، خبر كبير مهم كويس. لكن الحقيقة لو ركزنا انه ممكن يبقى خبر من يبدو ان هو اقل اهميه كتير، ان في شارع بيحصل فيه اصلاحات في ورا جامعتي، ده اهم 100 مره من اي خبر تاني مهما كان حجمه، لان الخبر بالشكل ده هو ده اللي بناء عليه اصحاب المجتمع الصغير ده هياخدوا عليه قرارات. هيقرروا اوكي، فانا هظبط مواعيد خروجي، مواعيد دخولي، علشان انا ما اتاثرش ما تاذيش. هو ده جمال اللوكاليزيشن في انسايدر. احنا في انسايدر عندنا ميثاق صحفي محترم جدا احنا حاطينه لنفسنا، لان احنا مؤمنين جدا بفكره الرقابه الذاتيه. فاحنا حتى الستاندرز اللي احنا بنستخدمها في الصحافه اصعب بكتير قوي من الجامعات بتحطها لنا. يعني اصلا في جامعات مش مهتميه خالص، فهي اصلا ما عندهاش ميثاق صحفي يعني. وفي جامعات اخرى عندها ستاندرز معينه، بس حتى الستاندرز بتاعتنا اصعب شويه. مره في الجامعه الامريكيه مثلا في طالب غرق حمام سباحه، فاحنا خبر جالنا وكان ممكن نجري نكتب غرق طالب بالجامعه الامريكيه بخير. طيب هل احنا عملنا كده؟ الاجابه لا، لان ده في الحقيقه كان ممكن، او يعني هو مش ممكن، هو ضيع علينا الصفقة الصحفي في جريده اخرى كتبت الخبر قبلنا. طب احنا ليه ما كتبناش؟ لانه مجتمع الجامعه الامريكيه مجتمع فيه 6000 طالب، عندهم 12000 اب وام، غير بقى الجدود والاصحاب والعيله والاخوات، اتكلم على اولموست 20000 بني ادم. لما نكتب خبر اسمه غرق طالب بالجامعه الامريكيه بالقاهره، ده معناه ان في 20000 بني ادم هيجي لهم بانيك اتاك. 20000 بني ادم عايزين يكلموا ال 6000 بني ادم الموجودين جوه الجامعه، يتاكدوا هو ده اللي غرق ولا لا، هو كويس ولا لا، وهكذا. فاحنا بالنسبه لنا فكره الساق الصحفي او ان انا احط شويه عناوين مفرقعه عشان اجيب حبه شيرز ولايكس على فيسبوك اكتر، مش هو ده المعيار او المبدا اللي احنا بنشتغل بيه. من التقديرات الكبيره اللي حصلت هي انه جريده يو اس اي توداي يمكن تكون ثاني اشهر جريده امريكيه، عندهم محرر شاطر لقط الخيط، عرف انه في جريدة طلابية قد تكون الأولى في مصر، وتواصل معايا
وقال لي انا عايز اعمل حوار معاك، انا عايز اسلط الضوء على التجربه دي. وده اللي حصل، بعت لي اسئله جاوبتها، اتناقش معايا في كل حاجه. ففخر كبير طبعا انه جريده امريكيه هي تاني اشهر جريده في امريكا يقرروا يعملوا حوار مع واحد عمل مشروع في الجامعه. انا نفسي وانا ببتدي ما كنتش عارف اوصل ليه لفين. احنا في ابريل من كل سنه بنعمل مؤتمر انسايدر للصحافه الطلابيه، ده المؤتمر الوحيد اللي في الشرق الاوسط وافريقيا وربما يكون في العالم اللي معمول بس للصحافه الطلابيه. ايه الهدف من المؤتمر ببساطه؟ انه احنا عندنا انسايدر شغاله في 12 جامعه مختلفه طول السنه، الفرق المختلفه دي شغاله وبتتعب، عندها محتوى كتير بيخرج سواء على المستوى الاداري او على المستوى الصحفي. فدي بتبقى فرصه ان كلنا مع بعض نحتفل بالمحتوى الكبير اللي خرج على مدار السنه، كمان فرصه ان يبقى في تنافس بين الفروع المختلفه. احنا عندنا 21 جائزه بيتوزعوا جوه المؤتمر، منهم جوائز صحفيه ومنهم جوائز اداريه. كل الجامعات بيكون مطلوب منها ان هي تقدم ترشيحاتها لل21 جائزه، في لجان مختلفه بتقعد تختار الافضل في كل جائزه منهم، وفي النهايه بيتم توزيع الجوائز والاعلان عن الفائزين جوه المؤتمر ده. الجائزه الكبيره خالص وهي جائزه كاس انسايدر، هي جائزه دايما بنديها لاحسن فرع اشتغل على مدار السنه، فاحسن جامعه اشتغلت في كل المجالات على مستوى العام الدراسي كله هي اللي بتحصل على الكاس ده. اي عمل ابداعي في الدنيا لو ما بيوفرش الامتاع مع الفايده هيبقى ناقصه حاجه كبيره، لو بيمتع الناس بس هيبقى رخيص في اغلب الاحوال، لو بيفيد الناس بس هيبقى ممل في اغلب الاحوال. لازم يبقى في توازن. احنا بنغطي كل الاحداث الفنيه اللي بتحصل جوه الجامعه، عندنا امثله مختلفه، العروض المسرحيه جامعه طنطا السنه اللي فاتت تم تخطيطها بشكل كبير، عندنا حدث لسه حاصل قريب قوي في الجامعه الامريكيه، كان استاذ محمد هنيدي واستاذ محمد العدل كانوا موجودين في الجامعه عشان بيعلنوا عن فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني، وكان فريق المسرح في الجامعه هو اللي مستضيفهم، فانسايدر كانت موجوده كراعي اعلامي بتصور الحدث عشان تنقله لعدد اكبر من الطلاب وكمان تنقله خارج حدود الجامعه. رسالتي اكيد لكل انسايدرز انه انتوا بتصنعوا تاريخكم، احنا بنتشرف ان احنا عندنا تحت مظله واحده مئات من الطلبه المصريين بيعملوا الشغل المحترم اللي بنفتخر بيه كلنا ده، وهم اللي بيصنعوا تاريخهم، هم كل واحد فيهم بيشكل التجربه بتاعته في انسايدر، يقدر يخليها تجربه ما ينساهاش طول عمره، لان هي دي احلى سنين عمرهم. شغله انسايدر انها تدي الناس اللي هم بيدوروا عليه. The fact that this gate was not in the original plan didn't seem that compelling to the people who thought it was a good idea. And they thought it would serve the common good to have this access. And so they militated for it. And perhaps taking too long, we who live by plans and forecasts and budgets and the kinds of things that make institutions operate, also came to acknowledge that such plans always have to be open to review and debate and discussion. The result was a new pedestrian gate. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أنا بشكر طبعا إدارة الجامعة جدا وبشكر كل العاملين فيها، وبرضه أكيد لازم أشكر ولادي كلهم على كل المجهود اللي عملوه لأخوهم. يعني في كل حياتي وفي كل حاجة عملتها في الجامعة أنا النهاردة فخور إن أنا كنت في جامعة عمر علي سعد محسن، دي الحاجة اللي أنا النهاردة فخور بيها واللي أنا بتهيألي كل الناس اللي موجودة هنا النهاردة فخورة بيها. المرة الوحيدة أو المرتين أو الثلاث أربع أيام اللي كنت شفتك فيهم كنت واقف بتشجع الناس إنها تطالب بحقوقها، وكنت بتنادي إن الناس تستمر في المطالبة بحقوقها وتقف بصوت عالي تطالب بيها. واللي عرفته من زمايلك بعد كده ان دي كانت طبيعتك، ان انت بتشجع الاخر وبتحاول دايما تساعده. A person I wish my kids later on would have his dedication, hard work and most importantly his heart. كل
ده دايما حقيقي بنحب يعني احب اخد رايه واسمع كلامه. كنت دايما اقول له انت فعلا يعني مخك وطريقه تفكيرك احسن من طريقه تفكيري، وده يعني ما يعنيش ان انا ابوك كمان ان انا اقول لك كده، بس دي حقيقه. انما يمكن الفرق بيننا هي الاكسبيرينس. يعني سعيد اورجنايزر لسايدر اسكندريه. لو حابين تتابعوا اخبار جامعه اسكندريه استنونا على قناه تين تي في. انا مصطفى يونس رايتر في انسايدر مودرن اكاديمي، تابعوا اخبارنا على قناه تين. انا احمد سمير ماركتنج هيد انسايدر منوفيه، تقدروا تتابعوا اخبار جامعه المنوفيه على اي. انا كارولين عماد اتشار لوجيستكس هيد في انسايدر جي سي، دلوقتي تقدروا تتابعوا كل اخبار جي سي على تين تي. انا ريم علي سمير رئيس انسايدر جي سي، دلوقتي تقدروا تعرفوا اخبار الجامعه الالمانيه على قناه تين تي. انا احمد ناصر اتشار كوردينيتور في انسايدر اسكندريه، لو حابين تتابعوا الاخبار اللي بتحصل جوه جامعه اسكندريه يا ريت تتابعونا على قناه تين تي. احمد اف ار هيد انسايدر جي سي، استنوا كل اخبار الجامعه الالمانيه على قناه تين تي. انا زينه ياسر سوشيال ميديا هيد من انسايدر جي اس تي، دلوقتي تقدروا تتابعوا كل اللي بيحصل في الجامعه الالمانيه على تين تي. انا ميسون محمد ميديا هيد انسايدر المنوفيه، تقدروا تتابعوا كل اخبار جامعه المنوفيه على تين تي. انا نورهان مصطفى رايتنج هيد في انسايدر جي اس تي، دلوقتي تقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل في الجامعه الالمانيه على تين تي. انا يمنى ماركتنج دايركتور من انسايدر جي اس تي، دلوقتي تقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل في الجامعه الالمانيه على قناه تين تي. انا محمود الدوشي فيديو جورنالست من سيدة جامعه المنوفيه، لو عايزين تعرفوا اللي بيحصل في جامعه المنوفيه تابعونا على قناه تين تي. We'll be right back.